هذا القلموني طبعا هناك قصف على الزبداني، تطورات الوضع بالنسبة للقلمون وأيضا وادي بردة تحديدا. نعم، في الحقيقة صعد النظام عسكريا اليوم على منطقتي وادي بردة والزبداني، حيث شن الطيران الحربي العديد من الغارات الجوية مستهدفا الجبال المحيطة بوادي بردة والطريق الواصل بين قريتي دير مقرن وقرية إفري. كما شن الطيران الحربي غارة جوية مستهدفا الجبل الشرقي لمدينة الزبداني، إضافة لقصف مدفعي عنيف استهدف المدينة وجبالها طيلة اليوم منذ الصباح. نعم، ماذا عن المعارك بالقلمون معاذ؟ نعم، في الحقيقة المعارك منذ البارحة، نعم سوار الزبداني ينتفضون في وجه النظام من جديد. شن سوار فجر البارحة هجوما مباغتا على نقاط قوات النظام في بداية الجبل الغربي للمدينة. النقاط هي نقطة التصويني والمضيق والخزان وقلعة التل، حيث استطاع الثوار السيطرة على نقطتين بالكامل كانت قوات النظام تتمركز فيهما، إضافة هما حاجزي المضيق وقلعة التل الذي يعتبر من أكبر الحواجز في مدينة الزبداني والذي يحوي الكثير من الآليات والأسلحة التي تصب جام نيرانها باتجاه المدينة وأهلها. نتحدث عن نسف الحاجزين بالكامل، نتحدث عن سيطرة الثوار على دبابتين طراز T-72 إضافة لثلاث عربات BMP وقاعدة صواريخ كورنيت ومزود بثلاثين صاروخ لها وقواذف ورشاشات وهونات بأحجام مختلفة. نعم، والعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. نتحدث عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام وأسر عنصرين أيضا وهروب الباقي إلى النقاط القريبة. أيضا كان هناك استهداف الثوار مساء أمس لحاجز الأتاسي بالعديد من قذائف الهاون وعمليات القنص، قتل خلالها 4 عناصر لقوات النظام. أيضا نتحدث عن استهداف كعب القلعة بشكل يومي من الثوار وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف النظام. أيضا كان هناك نعم. أشكرك معاذ القلموني مراسل وكالة خطوة الإخبارية، كنت معي من القلمون عبر الحلقة.